أنا في الواقع خلال الأيام القادمة، يعني ربما لمدة أسبوع، لن أكتب منشورات لظرف متعلق بنظري. في عندي إشكال يعني، ولذلك سأستعيض عن هذه المنشورات باللايف. يعني سألجأ إلى اللايف لأنه أسهل استعمال اللايف في ضوء الإشكال اللي في نظري من كتابة البوستات أو المنشورات. ف يعني سأحاول بقدر الإمكان أن أستعيض عن هذه المنشورات بهذه الفيديوهات أو اللايف. اليوم سأتكلم عن سأتكلم عن تأسيس الماركسية. يعني كيف تأسست الماركسية؟ من هو مؤسس الماركسية؟ شو الفرق بين الماركسية والشيوعية والاشتراكية؟ يعني سأتكلم في الواقع عن هذه المسألة، العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة. أولا أقول إنه الماركسية الشيوعية لم تبدأ بالماركسية ولا الاشتراكية. كان هناك اشتراكيون قبل الثورة الفرنسية وفي أثناء الثورة الفرنسية، وأيضا كان هناك شيوعيون في أثناء الثورة الفرنسية وما بعد الثورة الفرنسية، أي قبل ماركس أو قبل بروز الماركسية كان هناك في شيوعيون. ويعني بدليل أنه ماركس وإنجلز في شبابهما انضما إلى ما يسمى عصبة الشيوعيين، الكومينست ليج، عصبة الشيوعيين، وكتبا البيان الشيوعي وهما عضوين في عصبة الشيوعيين. مثلا في الثورة الفرنسية الكبرى إيبير كان يعد شيوعيا من جانب أقطاب الثورة الفرنسية الآخرين. بابيف كان اشتراكيا كبيرا في الثورة الفرنسية الكبرى الذي حاول أن يقوم بانقلاب على السلطة البرجوازية عام 1796، وفشل في الواقع، أخفق في محاولته تلك، ولكنه كان من منظور اشتراكي قام بمحاولة الانقلاب، وعد بابيف اشتراكيا طبعا. فكان هناك اشتراكيون وشيوعيون في ذلك الوقت. هذا ناهيك بالاشتراكيين الطوباويين، أوين، فوريه، سان سيمون. أولئك كانوا في الواقع اشتراكيين طوباويين، هكذا أسماهم أنجلز، اشتراكيين طوباويين، لأنه بالنسبة إليهم الاشتراكية لم تكن ضرورة مكتوبة في قلب الرأسمالية، وإنما في الواقع كانت حلم يراود المفكرين ويسعون إلى إقناع حتى الرأسماليين بضرورته أو بكونه مفضلا عن النظام الرأسمالي. ف يعني كان هناك بلا شك في اشتراكيون طوباويون حتى شيوعيون، وكانوا يسمون أنفسهم شيوعيين. هذا قبل ماركس، ولكن طبعا ماركس وإنجلز شكلا طفرة في الحركة الاشتراكية والحركة الشيوعية. يعني الحركة الاشتراكية كانت طوباوية الطابع، والحركة الشيوعية كانت طوباوية الطابع، ولم تكن متبلورة الفكر كما يجب، يعني بل كانت ضحلة الفكر في الواقع. ماركس وإنجلز أضفيا بعدا فلسفيا وعلميا عميقا على هذه الحركة، حولا هذه الحركة إلى حركة تاريخية عظمى في الواقع. طبعا الماركسية واضح أن الذي أسس الماركسية هو كارل ماركس وفريدريش إنجلز. طبعا هي أصلا نسميها الماركسية على اسم كارل ماركس، فشيء طبيعي إذن أن نعد كارل ماركس هو المؤسس الرئيسي للماركسية.
ماركسية طبعا اندغمت لاحقا بالحركة العمالية وبالاشتراكية وبالحركات الاشتراكية والحركة الشيوعية الأصلية، وبرز نتيجة ذلك طبعا حركات عمالية جديدة وحركات شيوعية جديدة وحركات اشتراكية جديدة بتأثير ماركس وإنجلز أيضا. إذا ماركس هو مؤسس الماركسية. الآن هو مؤسس الماركسية. ماركس طبعا ولد عام 1818 في مدينة تريير في ألمانيا، في غربي ألمانيا، في منطقة الراينلاند، منطقة الراين. وكان أبوه يعني من الطبقة الوسطى، مثقفا مستنيرا من الطبقة الوسطى. ولكن في ذلك الوقت في ألمانيا تحديدا، الطبقة الوسطى المستنيرة كانت ثورية إلى حد كبير، يعني لم تكن ليبرالية مسالمة، وإنما كان فيها بعد ثوري في الواقع. وكانت قد تأثرت بالثورة الفرنسية الكبرى وبفلاسفة الثورة الفرنسية الكبرى. من ثم ماركس نشأ في منزل تنويري يكاد أن يكون ثوريا، ولذلك نزعته الثورية تبدت في سن مبكرة في الواقع. تبدت يعني مثلا في أطروحة الدكتوراه التي فرغ منها عام 1841. فالنزعة الثورية كانت موجودة منذ البداية في ماركس، لأنه نشأ في منزل فيه نزعة ثورية، يعني والده واضح أنه تأثر بالثورة الفرنسية وبفكرها، هذا في حد ذاته كان شيئا ثوريا. كما قلت الطبقة الوسطى في ذلك الوقت لم تكن ليبرالية محافظة، وإنما كانت تنويرية وإلى حد ما ثورية. فهو نشأ في هذا البيت، هذا المنزل الذي كان إلى حد ما ثوريا، وتشرم مبكرا بهذه النزعة الثورية. يعني ليس صحيحا أنه صار ثوريا لاحقا عندما نضج، لا، منذ البداية نلاحظ أن ماركس كانت في النزعات الثورية. المهم أنه ماركس في الواقع اندغم أو بدأ في الحياة الأكاديمية، وبدليل أنه يعني انخرط في جامعة بون ثم في جامعة برلين، و يعني قام بوضع أطروحة الدكتوراه. كما قلت فرغ من أطروحته للدكتوراه عام 1841، كان عمره 23 سنة. وهذه الأطروحة كانت حول الفلسفة المادية الإغريقية، يعني الفلسفة المادية الإغريقية، وبالذات مقارنة ما بين أبيقور وما بين ديموقريطوس. وكان في ذهنه ألمانيا في عصره، يعني كان في ذهنه يعني كأنه تكلم عن المادية الإغريقية ما قبل أرسطو وما بعد أرسطو، وكان في ذهنه هيجل وما بعد هيجل في ألمانيا. يعني أيضا كان همه حاضرا، كان همه لم يكن تاريخيا، وإنما كان ينظر إلى اللحظة الراهنة التي كان يعيش فيها، أي ألمانيا في مطلع أربعينيات القرن التاسع عشر. فأطروحته للدكتوراه لم تكن أكاديمية بحتة، وإنما في الواقع كانت تدخلا في الحياة الثقافية الألمانية والفكرية الألمانية في ذلك الوقت. الآن شو طبيعة الحياة الثقافية في ألمانيا في ذلك الوقت؟ طبعا كانت ألمانيا تعج بالفكر الفلسفي في ذلك الوقت، يعني كان هناك حيوية فلسفية وحركات فلسفية مهمة في الواقع عندما نشأ ماركس. النقطة الأساسية إنه الذي هيمن في الواقع على الفكر الألماني في ذلك الوقت كان هيجل. هيجل توفي عام 1831، توفي عام 1831، وسيطرت فلسفته في ألمانيا حتى عام 1848 عندما اندلعت الثورات الأوروبية الكبرى. ولكن في تلك الفترة فعلا هيمنت فلسفته في ألمانيا. طبعا كان هناك قراءتان أو أكثر من قراءتين لفلسفته. كان هناك مجموعة من القراءات اليمينية
المحافظة لفلسفته، تلك القراءات التي أكدت على أهمية الدولة البروسية الاستبدادية، ويعني كأنها انحازت إلى الدولة البروسية الاستبدادية. ولكن كان هناك أيضا قراءة يسارية أو قراءات يسارية قادها مجموعة من الفلاسفة الألمان، أطلق عليهم اسم الشبان الهيجليين أو الهيجليين الشباب، الهيجليين الشباب. وطبعا الهيجليون الشباب كان من ضمنهم مثلا شتراوس، ديفيد شتراوس، الذي ألف كتابا قدم فيه قراءة علمانية لحياة يسوع. وكان هناك برونو باور، وكان هناك أرنولد روجر، وطبعا كان أيضا هناك الفيلسوف المادي الكبير فويرباخ، وطبعا انتمى إلى هذه المجموعة أيضا ماركس، كارل ماركس وفريدريش أنجلز، وهناك آخرون أيضا. على أي حال، هي حركة فلسفية ألمانية أخذت تقدم قراءات يسارية لهيجل، وبعضها كان ثوريا، يعني قراءات ثورية لهيجل، تلك القراءات التي ركزت على مفهوم الديالكتيك عند هيجل. الآن ماركس تشرب، يعني هو كان جزءا من هذه الحركة، لكنه بعتقد أنه كان ماديا. يعني هذه الحركة ضمت في الواقع هيجليين بمعنى الكلمة، أي مثاليين، ولكنها أيضا ضمت ماديين، يكفي أن نذكر فويرباخ ثم ماركس وإنجلز. ولكن أيضا أنا يعني أرى أن ماركس كان أصبح ماديا مبكرا. طبعا ماديته لم تكن ناضجة، نضجت فيما بعد وأصبحت مادية جدلية، ولكنه بدأ ماديا. لماذا أقول ذلك؟ أولا لأن أطروحته كانت حول المادية الإغريقية، يعني هذه في حد ذاتها إشارة واضحة إلى أن ماركس بدأ ماديا، لكن ماديته كانت مادية غير مكتملة، غير ناضجة، ولكنه كان ماديا. بدليل عام 1843 ماركس في الواقع نقد كتاب هيجل، فلسفة الحق عند لهيجل، كتاب فلسفة الحق، وكتاب طويل عريض يعني عن ماركس، نشر بعد وفاته، ولكن هذا الكتاب نستطيع اليوم أن نقرأه. طبعا هذا الكتاب في الواقع نجد فيه النزعات المادية واضحة جدا، يعني هو نقد هيجل من منظور مادي، نقد نظرية الدولة عند هيجل من منظور مادي، وليس كما يقول مثلا ألتوسير أنه كان ماديا فويرباخيا في تلك الفترة، أنه كان هيجليا فويرباخيا في تلك الفترة. أنا أرى أنه كان ماديا، ولكن ماديته في الواقع لم تصقل إلا بالنقد، يعني هذا النقد لهيجل صقل ماديته وحولها إلى مادية جدلية. أما أظن يعني أرى من قراءة هذا الكتاب، طبعا هو أخذ هذا الكتاب ونقده بصورة مفصلة، أي أخذه فقرة فقرة، كان ينظر يعني فقرة فقرة، يكتب الفقرة من كتاب هيجل ثم يعلق عليها وينقدها، فهو نقد مفصل كان لفلسفة الحق عند هيجل، يعني دراسة نقدية معمقة لفلسفة الحق عند هيجل. فهو إذن طبعا ماركس في تلك الفترة حاول عن طريق برونو باور أن يدخل الأكاديمية الألمانية، يعني أن يصبح عضو هيئة تدريس في الجامعات الألمانية، ولكنه لراديكاليته، لاحظوا راديكاليته كانت مبكرة، بدليل أنه في ذلك الوقت وهو في 25 أو 24 من عمره حاول أن يدخل الوسط الجامعي الألماني، ولكنه لم يتح له ذلك لأنه كان راديكاليا. فراديكاليته في الواقع حالت دون أن ينخرط في العمل الأكاديمي. نفس الشيء بالنسبة إلى برونو باور زميله في حركة الهيجليين الشباب، لأن برونو باور أيضا أقصي من الساحة الأكاديمية الألمانية. فماركس لذلك انتقل إلى الصحافة، وصار رئيس تحرير مجلة تمثل الراديكالية البرجوازية، ونشط فيها لفترة، ثم قمع من جانب الرقيب البروسي،
واضطر إلى ترك ألمانيا في ذلك الوقت إلى فرنسا، إلى باريس، حيث كانت الأجواء أرحب منها في ألمانيا وأكثر تطورا من الأجواء الألمانية. ولكن على أي حال، هو في الواقع بدأ في نقد هيجل، كما قلت إنه في نقده كان مادي الطابع. يعني من يقرأ بعناية نظرية نقده لنظرية هيجل في الدولة كما تبلورت في كتابه فلسفة الحق، يلحظ بوضوح أن ماركس كان ينقد هيجل من منظور مادي، لكن مادي غير مكتمل كما قلت، غير ناضج. أيضا نجد النزعة ذاتها في كتيب نشره في ذلك الوقت أيضا 1843، اللي هو في المسألة اليهودية، وكانت هي عبارة عن مناقشة لكتاب لبرونو باور، فيها يعني تقريبا يحمل العنوان ذاته أو يتناول المسألة اليهودية. برونو باور لم يكن يهوديا طبعا، وناقش المسألة اليهودية في ألمانيا في ذلك الوقت من منظور نستطيع أن نقول ليبرالي. ماركس نقد هذا كتاب برونو باور، طبعا لم يكن مهتما بالمسألة اليهودية في حد ذاتها، ولكنه كان مهتما بنظرية الدولة. فهو في الواقع في هذا الكتاب أو الكتيب نقد أيضا فلسفة هيجل في الدولة وقلبها على قدميها. يعني هو برضه من منظور مادي، هيجل تكلم عن المجتمع المدني والدولة والعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، ورأى أن الدولة هي حقيقة المجتمع المدني، وأن الدولة هي تمثل رأس المجتمع المدني أو عقله، عقل المجتمع المدني، ولذلك أعطاها قدرا أكبر من الحقيقة من المجتمع المدني. ماركس قلب الأمور على رأسها فقال: لا، إن الأساس هو المجتمع، ما أسماه هيجل المجتمع المدني، اللي هو المجتمع الرأسمالي، هذا هو الأساس، الأساس هو المجتمع المدني، والمجتمع المدني هو الذي يفرز الحاجة إلى الدولة، والدولة في الواقع تفترض، يعني مثالية الدولة تفترض المجتمع المدني ولا مساواة فيه وظلمه إلى آخره. يعني الدولة، هذه الدولة التي تتضمن تشريعات تتعلق بالحرية، بالحريات والمساواة إلى آخره، في الواقع تفترض نقيضها في المجتمع المدني. فالمجتمع المدني هو الأساس، لاحظوا مادية ماركس، إنه المجتمع المدني هو الأساس للدولة. لم يكن هيجليا بالمعنى الصحيح، وإنما ناقد هيجل واستفاد من هيجل بعظمته، لكن استفاد منه ضمن منظوره المادي الذي بدأ مبكرا. أنا في رأيي بدأ مبكرا ماديا، في هذا الكتاب نلحظ ذلك بوضوح. طبعا هو ناقد أيضا برونو باور وحله للمسألة اليهودية أيضا من منظور مادي، فهو نقد هيجل ونظر ونقد برونو باور والهيجليين الشباب في الآن ذاته، في الآن ذاته من منظور مادي، نقد بالذات نظرية الدولة عند هيجل وعند الهيجليين الشباب. يعني حتى المفهوم الليبرالي للدولة نجد أنه بدايات نقد المفهوم الليبرالي للدولة. هذا ما فعله ماركس يعني في هذا الكتاب. طبعا ثم كما قلت بدأ يتعرف في عبر رئاسة تحريره للمجلة البرجوازية الراديكالية، كان رئيس تحرير لها، عبر عمله الصحفي بدأ يتعرف في الواقع على الاقتصاد السياسي، وبدأ يتعرف على الأوضاع المعيشية للفلاح الألماني وللطبقات الدنيا الألمانية. يعني هو لم يكن في كان في ذلك الوقت يعني غالب عليه الطابع الأكاديمي الفكري، ولكنه عبر عمله الصحفي تعرف على إشكالات فعلية، إشكالات وهموم الناس الفعلية في ألمانيا في ذلك الوقت.
طبعا كما قلت لم تتحمله الرقيب الألماني أو الرقيب البروسي، لم يتحمله طويلا، فأغلق هذه الصحيفة أو المجلة. واضطر ماركس، في لأنه حرم من الحياة الأكاديمية وحرم من الحياة الصحفية، يعني حرم من الجهتين، فاضطر ماركس إلى مغادرة ألمانيا إلى باريس. هناك طبعا في باريس درس أدبيات الثورة الفرنسية، درس المؤرخين الفرنسيين، ودرس تاريخ الثورة الفرنسية والفكر، فكر الثورة الفرنسية، درسه بعمق في الواقع، وكان لذلك أثر كبير عليه. وكتب هناك، يعني توجت مسيرته بأنه كتب هناك مخطوطة مشهورة الآن، اللي هي المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844. فمخطوطات 1844 كتبها في ذلك الوقت. طبعا هذه المخطوطات لم تنشر في حينها وفقدت في الواقع، ولم يتم العثور عليها مرة أخرى إلا عام 1932، ونشرت عام 1932 بعد وفاة ماركس وإنجلز وبليخانوف مش كاوتسكي، بليخانوف ولينين، يعني وبخارين، إلى مش بخارين ولكن لينين في الواقع. يعني فبالتالي هاي المخطوطات عملت ضجة كبيرة في الأوساط الفلسفية، لأنها ألقت الضوء على جانب من ماركس لم يكن معروفا آنذاك في الأوساط اليسارية. المهم أن هذه المخطوطات غنية جدا، مهمة جدا، طبعا عدها لوي ألتوسر هيجلية فويرباخية، لست متأكدا من ذلك، فيها طبعا عناصر فويرباخية، ولكنها أيضا كانت مادية، يعني فيها البعد المادي. طيب فويرباخ كان ماديا صحيح، ولكن نلحظ في يعني هو في الواقع نجد بذور فكره الناضج في هذه المخطوطات. أنا يعني رأيي، وهنا أختلف مع وجهة نظر ألتوسير، أن هذه المخطوطات نجد فيها بذورا حقيقية لفكره الناضج الذي جاء فيما بعد. المهم بالأمر أنه كانت هون أول محاولة من ماركس للاشتباك مع النظام الرأسمالي أو فكرة النظام الرأسمالي الأوروبي. يعني لاحظوا أنه هون لأول مرة يطرح نظرية في الرأسمالية، لسه يعني لا نستطيع أن نقول أنه يطرح نظرية علمية كما فعل في كتاب الرأسمال لاحقا، وإنما يطرح ربما أول محاولة منه لاستيعاب الرأسمالية بوصفها نظاما شاملا، بوصفها نظام إنتاج لأول مرة في الواقع. وأنا بعتقد أن هناك في تبصرات عميقة جدا في هذه المحاولة، وإن كان تخطاها ماركس لاحقا في كتبه الناضجة، ولكنه في الواقع برضو هذا الكتاب مهم جدا، أول معالج لماركس للرأسمالية. وطبعا هنا أيضا نجد أنه متبلور عنده الفكر الرئيسي اللي هو الطبقة العاملة، وأمله في الطبقة العاملة، وأن الطبقة العاملة هي الطبقة المستغلة بشكل أساسي، وأنها الطبقة الثورية إلى آخره. نجد هذه الفكرة في هذه المخطوطات. يعني ماركس ولو أنه لم يستعمل المفهومات المتطورة التي استعملها في كتاب الرأسمال، إلا أنه في الواقع البذرة موجودة هنا، تكلم عن الرأسمالية بوصفها صراعا طبقيا بين البروليتاريا والبرجوازية، ولكن شخص هذا الصراع الطبقي بدلالات مختلفة عن الدلالات التي لجأ إليها في أعماله الناضجة. ولكن لأول مرة هنا محاولة جدية لمعالجة الرأسمالية ولفهم الرأسمالية بصورة شاملة. وفي نفس الكتاب أيضا نقد هيجل فينومولوجيا الروح، لدى هيجل كتاب هيجل المشهور فينومولوجيا الروح، هنا نقده ماركس. وأيضا هناك يعني واضح، يعني متأثر كان بفويرباخ، ولكن المهم أنه نقد مادي. يعني هنا نجد نقدا ماديا لفينومولوجيا الروح، ولكن هذا النقد جعله يستوعب ماديا ونقديا هيجل. يعني لا، يعني النقد هنا لا يعني نفي
هيجل، ولا يعني نبذ هيجل، ولا يعني التخلص من هيجل، وإنما في الواقع استيعاب، يعني استيعاب هيجل ماديا ونقديا. وهذه مهمة جدا، إنه أدرك عظمة ما فعله هيجل خصوصا في منولوجيا الروح، فأراد في الواقع أن يستوعب ماديا هيجل، وقد استوعب هيجل ماديا، استوعب هيجل ماديا بنقده ماديا. وطبعا أهم شيء أنه بدأ يعني استوعب الجدل ماديا، يعني هاي كانت بدايات بلورة مفهوم الجدل المادي، وليس كما يقول التسار. يعني المهم بالأمر، هذا الكتاب مهم جدا، لكنه لم ينشر في عهده. الآن ماركس، سنأتي على ذكر أنجلز لاحقا، ولكن الآن سنتكلم عن ماركس اللي هو مؤسس الماركسية، ونحن نتكلم كيف تأسست الماركسية. هكذا تأسست في الواقع، تأسست إنه تشرب بالفكر المادي مبكرا، نشأ في بيئة راديكالية، صحيح أنها بيئة برجوازية أو طبقة وسطى، ولكنها بيئة راديكالية، الطبقة الوسطى الراديكالية كان في ذلك الوقت. وثم الثقافة السائدة في ألمانيا في ذلك الوقت، الفكر السائد كان هيجل، وطبعا هناك كان قراءات يسيرية لهيجل، وبدأ ماركس، أهم نقد وجه لهيجل كان من جانب ماركس بالذات، فنقدها هو من منظور مادي، وهذا ما حصل أيضا في مخطوطات باريس لعام 1844. الآن عام 1845 بدأ ماركس حملة كبيرة في نقد الهيجليين الشباب. أدرك أن الهيجليين الشباب كانوا ما زالوا هيجليين، يعني ما زالوا طبعا من دون عمق هيجل، ولكن كانوا هيجليين أي مثاليين. أدرك ذلك، وأدرك أن طروحاتهم وحلولهم كانت مادية، كانت مثالية، يعني أدرك أنهم قدموا، ظنوا أن حلولهم النظرية هي تحل المشكلات الفعلية في ألمانيا، يعني ظنوا أن مشكلة ألمانيا، طبعا كان مشكلة الإقطاع، كانت إقطاعية في ذلك الوقت، واستبدادية، ملكية استبدادية، وطبعا الراديكاليين في ألمانيا في ذلك الوقت كانوا في يعملون في مجابهة هذا الاستبداد، وفي مجابهة سيطرة أيضا المؤسسة الدينية، وفي مجابهة الإقطاع. ولكن الحلول التي قدمها الهيجليون الشباب كانت حلولا نظرية، حلولا مثالية. فقال ماركس يعني إنه أنتم ظننتم أنكم حليتوا مشكلة الناس في ألمانيا بإيجاد هذه الحلول الوهمية المثالية الفكرية البحتة، ولكن هذه ليست حلولا، هذه أوهامكم. فهو أراد أن ينفذ من القشرة الفكرية إلى الأساس المادي، إلى الأساس الاجتماعي لهذه الأفكار. فمن ثم بدأ ينقد نقدا صارما للهيجليين الشباب. كيف حصل هذا النقد؟ نجد هذا النقد في كتاب نشره هو وأنجلز عام 1845 بعنوان العائلة المقدسة، وكتاب ساخر جدا، سماهم الهيجليين الشباب، سماهم العائلة المقدسة، وكان يشير إليهم بمثلا القديس فلان، القديس ماكس شترنر، القديس ديفيد شتراوس، القديس برونو باور، هكذا كان هو وأنجلز يشيران إلى أولئك الهيجليين الشباب، طبعا بسخرية، كان يسخر منهم كثيرا. طبعا نحن اليوم لا نقرأ هذا الكتاب لأنه مفصل جدا، وابن لحظته كان، فيه بعض الفصول مهمة جدا حول المادية في الواقع من أروع ما يكون، ولكن بصورة عامة دخل يعني ماركس وأنجلز كانوا في الواقع يحاولون، كانا يحاولان أن يطهرا ذهنهما من أثر الهيجليين الشباب، ولذلك يعني كان الهدف هدف تطهيري إن شئتم، ولم يكن الهدف معرفيا بمعنى الكلمة.
فكانوا يسخرون، يعني كانوا يريدون أن يحطموا هذه الأصنام لصالحهما، يعني يعني أرادا أن يتحررا من هذه الأصنام، ولذلك هما قاما بسخرية كبيرة من هذه الأسماء ضمن إطار الهيجليين الشباب. وركزا في هذا الكتاب، يعني فعلا كتاب ضخم هو، لكنه لا يقرأ اليوم، لأنه يعني المسائل التي يعالجها هي بنت لحظتها، يعني لا تهمنا كثيرا اليوم التفصيلات حول هذا المفكر أو ذاك من جماعة الهيجليين الشباب. لكن بلا شك أن هذا الكتاب شكل أساسا في نقد الهيجليين الشباب، يعني فرغ ماركس من نقد هيجل أولا، ثم انتقل إلى نقد الهيجليين الشباب. لكن أهم نقد له نقد فويرباخ، لأن فويرباخ كان هو الأهم بين الهيجليين الشباب، كان فيلسوفا ماديا حقيقيا، ولم يسخرا منه، يعني ماركس وإنجلز أبديا إعجابا به ولم يسخرا منه، لكنهما نقداه بعمق في ملاحظات كتبها ماركس عام 1845، ونشرها إنجلز بعد وفاة ماركس تحت عنوان أطروحات حول فويرباخ. هي كذا أطروحة، 11 أطروحة في الواقع، تأخذ صفحتين فقط، لكنها تتضمن زخما فكريا فلسفيا عميقا جدا. يعني كل فقرة من هذه الفقرات يستطيع المرء أن يكتب عليها كتبا ربما، عميقة جدا. المهم نقد فيه فويرباخ، نقد فيه تصور الإنسان لفويرباخ. فويرباخ كان لديه تصور الإنسان، وجده قاصرا ماركس، وفي الواقع نقد تصور فويرباخ، نقد تصور فويرباخ للإنسان. لا أريد الآن أن أدخل في هذه التفصيلات، ربما في محاضرة أخرى أتكلم عن هذه التفصيلات، ولكن هو نقد فويرباخ بصورة عميقة جدا، ونقد مادية فويرباخ. وهنا نلاحظ بدايات المادية الجدلية، نقده جدليا، نقد فويرباخ جدليا واجتماعيا، وهنا نقد حتى نظرية فويرباخ في الدين، و يعني أراد أن يفهم الأساس الذي تنبت فيه الأوهام ماركس، يعني لم ينقد الأوهام وحدها، وإنما أراد أيضا أن ينقد التربة التي تحتاج إلى هذه الأوهام، أو التي تنتج هذه الأوهام، أو التي تشعر بالحاجة إلى إنتاج هذه الأوهام. فهو إذن في هذه الملاحظات، يعني نستطيع أن نرى هنا جذور المادية الجدلية بشكل واضح. وطبعا الأطروحة الأخيرة كانت إنه حتى الآن اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم، لكن النقطة الجوهرية هو تغييره. وطبعا هذه تحتاج إلى تأويلات كثيرة، ويمكن أن نتطرق إليها في محاضرات قادمة. المهم أنه يعني في هذه الملاحظات نقد ماركس فويرباخ، لكنه في الواقع هو وإنجلز خصصا كتابا لنقد فويرباخ، في فرغا منه عام 1846، بدأ بكتابته عام 1845، لكنهما فرغا منه عام 1846، وهو يحمل عنوان الأيديولوجيا الألمانية. الأيديولوجيا الألمانية كتاب كبير يعني ضخم، ولكن هذا الكتاب أرادا أن ينشره فلم يتح لهم نشره، ولذلك تركاه من دون نشر، ولم ينشر إلا بعد وفاتهما في الواقع. لكنه كتاب مهم جدا. هذا الكتاب نقدا فيه فويرباخ، ولكن على أنقاض فويرباخ أقاما أرضية المادية الجدلية، يعني أول صياغة شاملة للمادية، المادية التاريخية، نظرية ماركس في التاريخ. يعني على أنقاض الفويرباخية أقام ماركس وإنجلز المادية التاريخية
أو نظريتهما في التاريخ. في غاية الأهمية هذا الكتاب، ويستاهل أن يقرأ أكثر من مرة. هذه عام 1846 كان في الواقع، نستطيع أن نقول أنه من 1841 ل 1846 هذه كانت الفترة الفلسفية، النقد الفلسفي لماركس. ماركس ركز فيه على النقد الفلسفي، هذه كانت مرحلته الفلسفية، لأنه كان مشغولا بالنقد الفلسفي. نقد هيجل، نقد فويرباخ، نقد الهيجليين الشباب. وربما كان أيضا هنا وهناك نجد نقدا لكانت ربما وفيخته، لكن بشكل أساسي نقد هيجل والهيجليين الشباب بما في ذلك فويرباخ. فهذه كانت المرحلة الفلسفية التأسيسية لماركس. المرحلة التي تلت ذلك كانت مرحلة النقد، بداية مرحلة نقد الاقتصاد السياسي ونقد الدولة السياسية. مع أنه نقد الدولة السياسية بدأ في المرحلة الفلسفية أيضا، بدأ في المرحلة الفلسفية، وكما أشار لوتشيو كولاتي الذي كان ماركسيا إيطاليا، توفي عام 1995، فلوتشيو كولاتي أشار، قال إنه في الواقع ماركس بلور نظرية في الدولة السياسية في ذلك الوقت عام 1843. صحيح لم تكن مكتملة ولكنها كانت ناضجة. طبعا هاي في مجابهة ألتوسار قالها لوتشيو كولاتي، ولكن هاي مهمة جدا أنا بعتقد. أما في نقد الاقتصاد السياسي بدأ بعد انتهاء مرحلته الفلسفية، يعني بعد أن استقر على رؤية فلسفية حقيقية، وهي المادية الجدلية والمادية التاريخية. فسأتكلم عن هذه المرحلة، نحن ما زلنا في مرحلة التأسيس، كيف تأسست الماركسية، يعني كيف تأسست، ثم بعد ذلك سأتطرق إلى كيف نمت وتطورت وشو كان مآلها. ولكن هذه المحاضرة في الواقع تتعلق فقط في ماركس، في تتعلق فقط في تأسيس الماركسية، المرحلة الأولى من تأسيس الماركسية. فإلى اللقاء.